بالنسبة لشروط الاعتكاف، يقول شيخنا: وشرطه النية والصوم، وأن لا يخرج إلا لعذر فافهمن. نعم، كالوضوء واغتسال أو قضى حاجته، أو أن يكون مرضا، أو جمعة والأكل إن لم يحضرا، والحيض والنفاس حتى تطهرا، أو خاف من تهدم المكان، أو عاد للمرضى بلا تواني، أو لجنازة لجهازها، أو راية الحق يرى إعزازها، أو جبروه للخروج، أو دعي ليعطي الحق لمن قد يدعي، أو خاف من مضرة في حاله، وهكذا إن خافها في ماله، وامرأة قد طلقت فإنها إن طلقت تعتد في مسكنها. نعم، شروط الاعتكاف: الشرط الأول النية، من أراد أن يعتكف عليه أن يأتي بالنية، وأنه يعتكف تقرب إلى الله تعالى، وأن يأتي بالأعمال الصالحة في معتكفه. من شروط الاعتكاف أيضا الصوم، فلا يتم الاعتكاف إلا بالصوم، حتى ولو كان في غير رمضان. هذا الإنسان يعتكف عليه أن يصوم في معتكفه في نهار رمضان، فالله تعالى قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فذكر الله تعالى الاعتكاف مع الصيام. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا وهو صائم، فإن خرج المعتكف لأمر يقطع اعتكافه، فإن رجع هنا لابد له ماذا؟ من نية، إن خرج بدون عذر، وسوء العذر كما سنذكره بعد قليل. نعم، هنا أيضا من شروط الاعتكاف هو عدم الخروج من معتكفه، عندما يعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لعذر يبيح له، يبيح له الخروج، كما ذكر شيخنا الخروج للوضوء للصلاة، كان معتكف في المسجد أراد أن يتوضأ، لما ذهب إلى الوضوء حصل ما شيء منه، خلص خزان ما في ماء، والماء الحكومي توقف مستعطل في الشبكة، هنا يجلس بدون وضوء؟ لا، له أن يخرج يتوضأ، يتوضأ ويرجع مباشرة إلى 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 معتكفه. الخروج أيضا للاغتسال من الجنابة، كان نائم، قالت بنت ابليس هو نائم، اقحم ها فز ما شيء، ما ضع اعتكافه، يذهب مباشرة ويغتسل، إذا كان ما موجود هنا حتى في الخارج يغتسل يخرج. كذلك الخروج لقضاء حاجة الإنسان الطبيعية، سبحان الله وجد دورة مياه متعطلة ولا يمكن إلا الخارج، جاز له الخروج. كذلك الخروج لمرض أصابه لا يتمكن معه مقام بمعتكفه، معتكف بعد ذلك أصيب بمرض، جاءت حمى شديدة، حمى باردة، ما أقدر يجلس أبدا وما أقدر يواصل إلا أن يذهب إلى الطبيب ويعالج، هنا جاز له يذهب إلى العلاج ثم يرجع مرة أخرى إلى الاعتكاف. كذلك صلاة الجمعة، المسجد ليس به صلاة جمعة، لا تقام صلاة جمعة، عندما تحين صلاة جمعة يذهب يصلي الجمعة، انتهى من الصلاة يرجع مباشرة إلى أين؟ إلى مكان اعتكافه. كذلك الخروج للأكل من فطور أو سحور إذا لم يحضر في معتكفه، لما جاء الفطور حصل ما أحد جاء يفطر ذلك اليوم، ولا ما تي هو أكل، وهاتف ما عنده يتواصل معهم يجيبوا له، هنا جاز له أن يذهب إلى المنزل أو يأتي بالطعام ليأكله داخل المعتكف. نعم، كذلك أيضا في صاحبات الأعذار، إن وقع لهن العذر الشرعي يخرجن حتى ينتهين من العذر، ثم يغتسلن بعد ذلك يرجعن بعد ذهاب العذر. كذلك الخروج من المكان إن كان خاف يتهدم، قالوا له جاي إعصار وخطف على ذا الصوب ويتهدم ذا المكان، إذا جلس مكانك أنا ما يجلس مكانه، يقول برأي رحمة الله واسعة وأنا معتكف ما جيت أسوي لي شيء، مع أن المكان يتهدم يخرج ويرجع بعد ذلك بعد أن ينتهي الأمر. نعم، كذلك الخروج لعيادة مريض، يجوز يخرج لعيادة مريض، يذهب إليه يطرق عليه الباب يسأل كيف حالك كيف صحتك ويرجع، ما يجي يسمعه ويلقى سوالف
وين صرت وين جيت وكذا وفين مستشفينا وموك ومو فيك وكم سقاي وكم برضر موك كيف حالك يا صاحبي إن شاء الله وين ما تشوف شر يرجع فهو صايم صايم إلا إذا كان سافر الليل. الخروج لجنازة يتولى أمر جهازها بنفسه، كي مثلا توفي أبوه، توفي الأخ، توفي الأب، توفي الأخ، توفي الولد، يذهب ليلي هذه الجنازة بنفسه، ولا وبعد أن ينتهي من تجهيز الجنازة ودفن الميت يرجع، ما يجلس عزي قائم معزي فلان قائم معزي، لا ما يعزي، يرجع مرة ثانية إلى معبده. طيب الخروج من جهاد أيضا إذا وجب عدو غازي لي على البلد في البلدان التي تتعرض للغزو، عافانا الله تعالى من هذه البلايا، فهنا كان معتكف عليه أن يخرج، لماذا؟ ليلبي نادي الجهاد. كذلك الخروج إذا كان جبر على الخروج، جالس معتكفه وألزم على الخروج، ولا تخرج ولا ننظر بك، لازم تخرج مسجد بين قفله، ولا تخرج ولا أنسحبك من عقك من ضربك، جبروه للخروج يخرج يخرج، وبعد أن ينتهي الجبر يرجع. الخروج أيضا الخروج لأداء حق عليه، قارض واحد شخص، مقارض من شخص 1000 ريال أو 2000 ريال أو 500 ريال وما معطنا إياهم، وجالس يماطله ودق بشكية عند القاضي، قال استدعاء الحضور لتسليم المبلغ، هنا عليه أن يذهب، عليه أن يذهب. نعم. كذلك الخروج من مضرة في حاله، معتكف وجاء وحس يعني برد شديد في ذلك المكان ما دافي، يعني إذا استمر أصيب مرض، هنا جاز له الخروج حتى ينتهي ذلك الأمر ثم يرجع بعد ذلك. كذلك الخروج من مضرة في على ماله، عنده نقود خلينها في البيت، لكن ما مخبر حصان ما مخبر حد. المهم بعض اللصوص تعلموا أن فلان مخليه نقود في بيته، وخلاف وذيك يوم كان مسويين عصابة واستعلم الناس عوين جاي عصابة هاجم على البلد تسرق، وكل أحد يدافع عن نفسه، وهذا جالس مسكين معسكر يخرج يذهب لماذا؟ لحفظ ماله يجوز لهم. وأيضا المرأة بالنسبة للطلاق، خروج مرأة في الطلاق ولو فات العدة فإنها تعتد في مسكنها وترجع وتبني بعد ذلك، نعم، إلا إذا كانت معتكفة في مسجد في بيتها فذلك تمكث مكانها.